إخواني، إن العبد لا يكون عبدا تقيا صالحا إلا بالعلم مع العمل، ولا يكون مطبقا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، إلا بالتعلم. فقد جاء في تفسير هذه الآية عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن وقاية النفس والأهل تكون بتعلم الأمور الدينية، أي تعلم ما فرض الله علينا فعله، وتعلم ما فرض الله علينا اجتنابه، أي تعلم الحلال والحرام. روى الترمذي بإسناد صحيح من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: كان رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وإن الله وملائكته حتى الحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. إن هذه المفاضلة المذكورة هي بين عالم هو حق العالم، وبين عابد هو حق العابد. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والبيهقي. ثم ليعلم أن من أراد السعادة الحقيقية فطريقها العلم والعمل، فالعلم نور، والتعبد على جهل لا ينجي صاحبه يوم القيامة ما دام لا يأتي به على الوجه الصحيح. فليس الجهل عذرا أحبابنا. أخي المسلم، إن أردت أن تطيع الله فعليك أن تطبق قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وإن أردت أن تكون محبا للرسول الحب الكامل فالتزم بقوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي أن الله فرض على كل مسلم بالغ عاقل ذكرا كان أو أنثى أن يتعلم القدر الضروري من علم الدين. فعليك بطلب هذا العلم وتطبيق ما تعلمته على نفسك. ثم ليعلم أن طلب العلم الشرعي الضروري هو فرض، وكونه فرضا دل على أهمية شأن العلم وطلبه، إذ أن علم الدين يحتاج إليه سائر طوائف الناس، الحكام والآباء والأمهات والتجار وغيرهم، ولا يستغني عن علم الدين طبقة من طبقات الناس. ولما كان علم الدين في العصور المتقدمة الفاضلة، عصر الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وما يلي ذلك، أوفر بكثير، كانت أحوال المسلمين أحسن بكثير مما صرنا إليه في هذه العصور. علم الدين حياة الإسلام، من أغفله فهو ضائع تائه، يميل مع كل ريح ويتبع كل ناعق. إخواني، تعلموا العلم وحصنوا أنفسكم وأهليكم وأحبابكم به. ومن أراد أن يتعلم العلم الشرعي وأن يكون عارفا بالفقه في الدين فما عليه إلا أن يسلك طريقا صحيحا لطلب العلم الشرعي، فلا يعتمد على مطالعته الفردية ولم يكن قد حصل من العلم الشرعي من أهله القدر الذي يؤهله لأن يكون مميزا إذا ما طالع في الكتب
كي يفرق بين الباطل والصحيح، فإن لم يفعل ذلك واكتفى بالمطالعة فقط فإنه لا يأمن على نفسه من الوقوع في الفهم السيء، حيث لا يوجد معه من يصوب له خطأه، لذا لا يستطيع أن يميز بين الصحيح والسقيم من التآليف. وإن الاعتماد على أسلوب المطالعة الفردية للكتب دون الرجوع إلى عالم ثقة ورع هو أسلوب لا يجعل من المرء عالما ولا طالب علم شرعي. إن طلب العلم لا يكون إلا بالتلقي من العلماء، وقد مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يذهب إلى أهل العلم ليتلقى العلم من أهله، فلقد قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وطالب العلم المقصود بهذا الحديث ليس كل من سمى نفسه طالب علم، لأن من طلب العلم الشرعي ليستخدمه كوسيلة للرزق دون أن يعمل به ابتغاء مرضات الله فلا أجر له ولا ثواب. وفي الصحيح البخاري باب اسمه باب العلم قبل القول والعمل، واستدل على ذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ويفهم من كلام البخاري أنه يجب على المكلف أي البالغ العاقل أن يتعلم قبل أن يتصدر للتعليم، وأن لا يدخل في شيء حتى يعلم ما أحل الله تعالى منه وما حرم، وذلك حتى يميز بين الحلال والحرام والصحيح والباطل والمقبول والمردود والخير والشر، ولا يكون التمييز بين هذه الأمور إلا بعد تعلم علم الدين. وكذلك لا بد من التعلم قبل مزاولة أمور البيع والشراء والتجارة. لماذا؟ حتى لا يقع الإنسان في الربا والغش والكذب، فإن من لم يعرف الشر يقع فيه. أقول قولي هذا، والحمد لله رب العالمين.